بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. أقسم واحد أقول متك دق دقا تليها تليكو حيقينك أقسمها واحد ورافنت ورباهنت لمان شقالها قيبوا ذك لدوان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام كذب وحافر حضي نوعة شرفي نوعة نمان تليك لسو قيب قلو مناسبة لوق دوسينيو شهادة حبنه أمهم سنة قد شد شقد نقوم وناك سنة قيبها كل الدوان قربت كدق دقاء إيو إن أن داوانو هل كان بانديك كنتي أي سميين لبكو حوت وكتر سن واحدة قربت كدق دقاء واسبوت جرى قيبت بدمسكا إيو قيبتا درقاركا عافماتكا كنتي وحاكم مغني هل كان حرفة أقون كنتي أد أسريسا وأنا كلمة علنا كنتي وحمد علنا تلياشا إيو أقاسمها وأيضا كنتي قاتي كالي كنتي مقلة حان ربا إن أنا كلمة هاد عليو شقد وناس أدوها هيسان شعب كيان سوماليا قبل كبنادر يعني شقد هذا هيسان ما أهم شقوق في شقالة أو قبطون لكن واشقه قف مواطنه اسوح القامي شعب كيسة ذات كيسة انو بدباديو حايا لي شغاله وحولي هاي وقت كوبن او شقيهو ايد هاورس وحان كبدنين لكن ايدكو حد شقيسان شقا انا ساعد لهين مالين لهين سند لهين اي جوكتا مثلا شقو قطرتيدو ادي ادو بضنت هاي أو نفط أذ بدن إنسان إيه مالك أذ بدن إنسان إيه نفطينا إسكوميت هاي إنتين ماش أكو بعده كنتي أو إحنا عاديين يعني كده ما تعلينا كنتي وأنا أبنا هاي ظروفها أقوش قيسان حد يهان لهيت قلبك جاليدك جندا لمن ما هن واحد يكون أم سودو يعني وحكى له حسيد مدن إن حرنت أيتها هاي حرنت الكلية قرب الدق دقاء إلا هو قرمدو لباتنك الدقمو يدافي هذا مقالة المقدشة قبل كبنادر تاسين فنتي و أهرن متانا عادي هين أقسمها يعني يدوق مقالة المقدشة دور جر أخرى وحان كوا هذلني أرين كناسيقا وحان إسلاق هذلني إن مقالة المقدشة أفرتي ذا قيبوت لغتر قليو حرمو sidoo kale gaadiidkan aadka u yar tabarta yar aanan baahida xitaa aan ku filnayn hal qayb magaalada Muqdisho kamid ah in la balaariyo idan runtii maanta xafiiska nimid ilaa maanta la joogo dadaalkeedii waa aan wadnaa iminka inuu hadlayno waxaan rajaynayaa kullu inuu soo gaari doono magaalada Muqdisho gaadiid kamid ah dabdamiska iyo qaybooda kale ee magaalada Muqdisho وأنا رنتي أن طلبني قرش كدول ده هوسة عشوة الشعب كهر مقدس لا أروريه لا بد البي حنا كلام فينا جديد إنه إيمان دهنا كل ده هدو أبا قدره دول ده أن صاحبنا هاي أو أن حرر الله سمعيني مدهورة إذا أنا رجيني إنه إن كل ده إيشارة معته وحد رأي مكرتان إن بليه الإيشارة ده في أدل وش قيني حرنتي دمسكة حرنتي وقت بدنا قاعدتي ولا تبغى الغلب كل ماي لكن وجود بينتي شعبك دقناء كو قناعين باهيد الله بحني تهي باهيد توداء سيدا استراد دينا اي ماشي كغورين مانتنا اي بنان تهي دولدنا اي ادي علينا يسو ان دي بوليس لغو سميو حرم تس ايضا لغو نسو عليو سيدي دي لانا جيو جديد عصري تاسنا ان شاء الله تعالى قعنت يا الله هيا قرشه دونا وديار سيدي هاي وحن رجيننا ان كله هوش سيدا لغو قريب دونو صاروا قاعدة حرفتينا ما كان حفيز كان نمت خل أختي هنا أن دربي بكبل لوني أن قيمين كوسا ما إنه بعد الظهر يسوع شقالها وهم نص بعض بهنيين حرفت هذا كل شقيان وبهنتها إن صار الواقع هذا وتيال كان أكو عزوني خبرك السعودية ذلك تركيا نلجوا جاي لمدة أسبوع ونسي أنت ما برد مدة كذي بهدنا وتي أن أدني ذلك تركيا أو حبل أدني كمدة وقالت لي أنها تقوم بإعادة الأعمال. لكن أنا أقول لك أن الأعمال هي التي تقوم بإعادة الأعمال.
gurmadka shacabka reer muqdisho waxaan hadda aan diyaarinaynaa insha Allah ta'ala tababaro kuwa la mid ah oo dalal runtii aad u hormarsan lagu tagi doono mar dhow insha Allah ta'ala qorsheedana uu socdo duruufo runtii jiro iyo culeyso xagga dhaqaalaha daraaddeed ayaa waxyaabo badan runtii aysan ku qabsoomi karin laakiin waxaan rajaynaynaa haddana in alla intaan awoodno aan xaqiijino in gurmadka degdega ah shaqaalihiisa kala duwan aan u samayno fursado ka wacan oo ka wanaagsanta hadda ay haystaan insha allahu tabaaraka watacaala sidaas daraaddeed waan ka mahadcelinaynaa waqtigiina nafhurnimadiina dadaalka aad geliseen xubnaha maanta la siiyey shahaadooyinkana waxaan leenahay hambalyo dhammaan inta kale waxaan rajaynaynaa iyagana hadduu aabe qadaro waa walaalahood oo ayagu ku mataliyey shahaadada taas inaad u qaadataan idinkana insha allahu tacaala maalintiina ayaad heli doontaan taa iyo mid lamid ah waxaan mar kale u mahadcelinayaa agaasimaha iyo saraakiisha shaqadan u taagan habeen iyo maalin soona agaasimayo munaasabadan qaaliga ah waxaan kaloon rajaynayaa maanta way ka duwan tahay xaruntan sidii hore in sidaan isika si fiicanna ay noqoto insha allahu tacaala markaad bulahda aan laabtana duqa magaalada waa iska wareysan doonaa arrinkana insha allahu tacaala inaan dardar gelino baahiyihiinana aan wax ka qabano ilaahay idinkaysa mahadsan idiin bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa idahab xidig 1.4 gays airtime xidig 200 gays reseller xidig 300 gays shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo